نشاط دبلوماسي مكثف تقوده وزيرة الخارجية السودانية للتعريف بموقف بلادها تجاه مفاوضات سد النهضة وتعقيدات الملف وجهود الخرطوم الجادة للوصول لاتفاق يراعي مصالح الدول الثلاث، فيما يمضي الوقت نحو موعد الملء الثاني الذي تصر عليه أثيوبيا. المجتمع الدولي تم تنويره تماما حتى مجلس الامن مصر واثيوبيا وحتى ثلاثه اطراف حتى مجلس الامن بالموضوع ده، وبالتالي نحن امام تقريبا يعني تدويل لهذا الصراع ما لم تحصل معجزه ويحكم الطرف الاثيوبي صوت العقل. السودان اتخذ تدابير فنية تخص تغيير مواقيت ملء وتفريغ السدود السودانية تحسبا لأضرار تصاحب الملء الثاني لسد النهضة. وعلى الصعيد القانوني لوح وزير الري السوداني بالاستعانة بالمؤسسات القانونية الدولية واللجوء إلى مجلس الأمن. السودان ومصر موقعين على إعلان المبادئ، فحيمشوا يشتكوا أنها خرقت إعلان المبادئ وهي لم تخرق إعلان المبادئ، هي تصرفت وفق ما منح لها بموجب إعلان المبادئ، ولذلك ليس هنالك يعني خلل قانوني ترفع إلى مجلس الأمن، وإنما هو عمل مشروع. وحقيقة وافقوا عليه السودان ومصر وفات عليهم أثناء تلك الموافقة أن يضعوا الشروط التي تحفظ الشواغلهم. تعيين مبعوث أمريكي خاص للقرن الأفريقي يكون من مهامه العمل مع الدول الثلاث للوصول لاتفاق بخصوص سد النهضة، يشير لاهتمام الإدارة الأمريكية بهذا الملف على أعلى مستوى، وهي خطوة مهمة قد تحدث فرقا واضحا على الأرض. الولايات المتحدة لا تريد أي إلهاب في مناخ هذه المنطقة، باعتبار أن المنطقة تطاخم البحر الأحمر، والبحر الأحمر هو منطقة نفوذ وأطماع للمجتمع الدولي خاصة الولايات المتحدة. يبدو أن أزمة سد النهضة مرشحة للمزيد من التفاعل وتدخل المزيد من الأطراف الدولية في محاولة لإيجاد مخرج للأزمة. السودان يقود جهودا دبلوماسية مكثفة، وبرغم تلويحه باللجوء للقانون الدولي إلا أن الحقيقة أن الوقت يمضي نحو يوليو حيث موعد الملء الثاني لسد النهضة، وتؤثر أكثر من 20 مليون مواطن سوداني يسكنون على ضفاف النهر، بالإضافة لتضرر السدود والمشاريع المائية السودانية على النيل. سهام سعيد، قناة الغد، الخرطوم.